عليكم. السلام عليكم سي رضا. السلام ورحمة الله. عرفنا بنفسك باسكو لقيتك صدفة هنا في الطريق تاع الطريق. محمد رضا من وهران، راح حالة على الدراجة، رايح تمرس إن شاء الله، طلبونا التوفيق. ويعني منين جاي؟ من وهران رايح تمرس؟ من وهران إن شاء الله ورايح تمرس. ديستيناسيون كعرف شحال من كيلومتر من تمرست؟ على بالي. شحال كاين؟ من الجزائر تمرس كاين 1900. ومن وهران تمرس شحال كاين؟ غتكون أكثر، 1900 زيد لها 329. 329، هذا الفيلو 2000. هذا الفيلو ابيدال زعما نورمال ولا الكتريك؟ لا هذا فيلو ميكانيك، معناتها يعتمد على الرجلين والدواسه والبيدال. شحال من يوم يعني من وهران حتى لحد خرجت؟ حد الصباح. حد الصباح يعني شحال؟ الصباح خرجت. شحال من كيلومتر عندك؟ اليوم نهار الثالث. عندك شحال من كيلومتر؟ عندي 271 كيلومتر لحد الان. 291 كيلومتر، شحال دير فيها من ساعة؟ داير 20 ساعة بيدال وحده. ايه بالارقاد خاطر الكونتر يحبس كي صح يحبس الاخر يعني 20 ساعة كي نقولوا بيدال 20 ساعة غير بيدال. وين راك ترقد؟ وين راك؟ وين مكتب ربي ستاسيون يعني راك رافد لصوالحك يعني لاطونت باينة هذه عندي ماتريال تاعي. شو وين مكتب ربي؟ دي فوا ستاسيون، دي فوا عندي وحدين، دي فوا في الغابة، دي فوا في واد. هذا التحدي راك رافعه كيفاش يعني؟ كيفاش رفعت هذا التحدي؟ ما انا موالف، انا كبرت في هذه الصوالح، التخييم هذا نديره من بكري كاع. شو لا رحلة كيما هذه بالدراجة حتى لتبراس، هذه أول مرة نديرها. التخييم هذا موالفة ما عنديش. عندك كاين باج في فيسبوك؟ عندي غويلم محمد رضا اسمه. غويلم محمد رضا. غويلم بالبا. غويلم. غويلم محمد رضا. غويلم محمد رضا. بالعربية. غادي نحوسوا عليها ونشوفوها. واليوتيوب محمد رضا. محمد رضا. محمد رضا وحده. ايه. وفيسبوك غويلم محمد رضا. ديجا كي تدخل فيسبوك تلقى الرابط تاع قناة تاع اليوتيوب تاعي. ان شاء الله يعني. والفيلو هذا قلنا ميكانيك. فيلو عادي، فيلو تورينج بايك عاديه ماشي الكتريك. ان شاء الله يبارك. خويا ربي يوفقك سي محمد. انا كيما كنت نحتاجوا دعاويكم. ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. امين يا رب. واش تقول لنا كلمه اخيره؟ نقول لكم دعونا دعوه الخير هذا باكا. خويا ربي يحفظك. واحترموا الدراجين في الطرق. ايوا هذه مهمه. خاطر الاحترام ناقص بزاف كاع. يعني اللي يجي فلاكسوني عليك، اللي يجي يعني هذه رساله. شوف الدراج ما عنده حتى قيمه هنا في الجزائر. قليل، فئه قليله تاع الناس اللي تشوف الدراج تحترمه وما تعرفش شنو يدير. دروك الناس ما يعرفوش شنو يعرفوا يشوفوا كيما هكا. فهم؟ ما كان كلمه طيبه، ما نقول لك كاع معدومه، ولكن قليله بزاف كاع. انا رسالتي تحترموا الدراجين اللي في الطريق. وخاصة ماشي كي توصل تكراكسون عليه، تكراكسون عليه على الاقل بعيد 15 متر باش ما تخلعش، وخلي مسافة أمان بينك وبينه ما تحقراش، خاص الدراج الثاني عندها الحق في الطريق. والسلام عليكم. بارك الله فيك سير. الله يبارك فيك. يا خويا نتمنوا توصل بخير. إن شاء الله. ونتمنوا نشوفوا يعني الفيديو تاعك وكي توصل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. ربي يحفظك خويا. آمين إن شاء الله. ثاني طريق سلام. طريق السلامة إن شاء الله. آمين يا رب. طيب السلام عليكم. السلام ربي يسهل إن شاء الله. آمين. الطريق الوطني الرابط بين سيدة ومدينة البيض سيس آ يعني سيس ألف. السلام عليكم سي محمد.